Yağmurlar dalımdan alsa, savursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile, dimdik dursa, Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar delen misali bunun sebebi halimi, dimdik dursam yine bir Elif gibi. أهلا وسهلا فيكم صبايا، انبسطت بجيتكم، تفضلوا اقعدوا. شو هاد بقى؟ يا ربي! آه!
ست عدلية تعالي ساعديني. طلعت قبل شوي، قال عندها شغلة ضرورية. بالله عن جد؟ بنتي خليكي لا تروحي، ما كان قصدهم يضايقوكن. لك اطلعوا من راسي بقى. كلكن عندكن نفس السؤال وأنا بعرفه. الدكتورة رنا كاراي ما كانت تقبل إنها تسجلنا بالجامعة، والدكتورة كمان طلعتنا من المحاضرة، وعم تسألوا حالكن شو مناسبة هالفطور، مزبوط؟ رح أحكي. وأنا بزماناتي كمان كنت مثلكن طالبة عم بدرس بجامعة اسطنبول المركزية. وقتها كان في عندي رفيقة بحبها مثل ما بحب حالي، معاصرة، وكان مستواها التعليمي كتير منيح. وبوقتها كان في بالجامعة انقسامات مثل هاي الأيام. بعدين صديقتي اللي بحبها إجا يوم وحبت شاب من الطرف المعارض. هي عم تحكي عن حالها. وانتو كمان في عندكن هيك أصدقاء، وأنا بشوفن معكن على طول، أخلاقن عالية، متدينين، أصحاب ضمير، وما بيقصروا بصلاتهم، وعم يعملوا هيك ليكسبوا رضا ربهم، مو هيك؟ بس هالشي بيعطي ثقة بالنفس. لا مو هيك. اسمعوا، أنا عم بحكي لكم لأني شهدت على هالقصة من قريب كتير. تعرفوا الشاب شو عمل برفيقتي اللي على أساس بيحبها؟ بالأول تزوجها، وبعد فترة قال له روحي انت ما بتناسبيني، وزدت بالشارع مع الطفلة يلي كانت حامل فيها. مو على أساس ما كانت حامل؟ مع انه رفيقتي كانت كتير متأسرة فيه، وحتى انها بلشت تصلي، وباليوم اللي تركها كانت حامل المانطو والحجاب تبعها بشنتايتها. بس هلأ ما عندها أي شي، لا بنتها ولا بيتها، وعايشة وحيدة. لهذا السبب عم عارض الحجاب وعم وقف ضده يا صبايا. الدين مو هيك، وأنا بعارض إنه يتحول الدين لشي رمزي. طبعاً أنا بحترم هالدين وكلنا مسلمين، بس أنا بترجاكم لا تسمحوا لأي شخص إنه يستغلكن أو يتملككن أو يحرككن باسم الدين. بوعدكن إني ناضل لآخر حياتي لحتى نأسس شخصيتكن وتكونوا لايقين بالجمهورية التركية العلمانية، ورح ساعدكن لورجيكن الطريق الصح. بس أنا ما رح أضغط عليكم بنوب، والقرار إلكم. شوفوا الطالبات قاعدين هنيك، فوراً بتبلشوا فيهم مثل ما اتفقنا، مفهوم؟ مفهوم. أنا بدي إياهم يعرفوا شو مكانتهم بين المجتمع المتحضر المدني، وهذا الشيء لمصلحتهم، مو هيك؟ يلا روحوا لشوفوا. دكتورة، أول شي نحن منتشكرك كتير على تفهمك، والشي اللي صار مع رفيقتك كتير زعلنا كلياتنا. عن جد رفيقتك كتير انظلمت وما بصير هيك. بس الشي اللي ما لازم ننساه إنه مثل هالحالات الشاذة موجودة بكل مكان وبين المتدينين كمان. يعني غلط نقيم كل المتدينين بسبب هذا المثال السلبي وبهي الطريقة. مثل ما قلت لكم رح أترك الخيار لكم، وأساساً ماني متفائلة إنه ممكن تغيروا رأيكم بيوم واحد. أنا علي بس ورجيكم الطريق الصح. بس هي وجهة نظركم. مثلاً المتدينين اللي عم تحكوا عنهم في كتار من أمثالهم بحياتي. مين هدول؟ بس لحد هذا اليوم ما صار بيناتنا أي سوء تفاهم، ولا شفنا منهم أي تصرف غلط. بس إذا ما صار بينكم أي سوء تفاهم، هاد ما بيعني إنه ما رح يصير هالشي بعدين، مو هيك؟ من شان الله، هدول يلي مثل العناكب شو عم يحكوا؟ أنا ما فيني أتحمل هيك أشكال، وكلامكم بيضيق الخلق كمان. وانتو شو لكم علاقة فينا؟ طبعاً نحن قلنا علاقة. منظركم هاد كتير بيزعجني، عم تخربوا شكل مدينتنا الحلوة، وأنا كتير بنزعج من وجودكم. ونحن كمان مزعجين من وجودك ومن وجود كل أمثالك يا خانو. أساساً نحن بنعرف هالشي، لو كل الناس بتصير مثلكم وقتها بتنبسطوا، مو هيك؟
لو سمحتوا لا تعملوا هيك. والله حرام على البلد، قال شباب المستقبل قال. انتوا امثالكم شو رح تقدموا لهالبلد؟ يا دوب ترجعوها لايام الجاهليه. حرام تعب الدوله عليكم، ولو علي انا لا بدخلكم على جامعات الدوله ولا بالسكن كمان، وحرام الدوله تصرف عليكم شيء. نحن درسنا وتعبنا لحتى فتنا على الجامعه. فتت كمان. البلد مسؤوله عنا لانه نحن اولادها. لك اطلعي على منظرك هاد، طلعوا كانك مره عند 10 اولاد. وقفي لو سمحتي، هاي هي عصريتكم؟ انكم تتصرفوا بهالطريقه؟ هاي هي انسانيتكم يعني؟ لكن قلعوا من بلدنا، ما بدنا اياكم بيناتنا. يعطيك العافية. الله يعافيكي، لسه ما اجت إليف؟ أنا ما شفتها لما طلعت، فأجيت لحالي. وين خالتي عدلية؟ والله قال عندها شغل وطلعت، سراب هي اللي حكت لي. سراب راحت؟ إيه راحت، كنت بدي أقنعها ما تروح، بس خفت تصرخ علي. منيح ما عملتي، خليها تروح، رح أغير أوعي. ماشي. دنيا لا تزعلوا، نحن ما رح نستسلم. مو معقول شو هالمسخره، شو بدنا نساوي يعني؟ نحن ما رح نستسلم، هي دولتنا يا صبايا. لو سمحتوا بس اهدوا شوي، وقفوا. ظاهر انه نقاشنا ما جاب اي نتيجه، شفتوا؟ هذا اللي انا كنت بدي وصله. بسبب هذا الحجاب اللي على راسكم انتوا رح تتعبوا كتير، وحتى ما فيكم تفطروا بشي محل وانتوا مرتاحين. بترجاكم فكروا منيح باللي قلته. انتوا بتختاروا هالحجاب ولا بتختاروا حريتكم؟ يسلموا حبيبتي، عن جد السفرة غير شكل. عزيز شوف عملت لك الأكلة اللي بتحبها. سلم إيديك أمي. يلا عادوا لشوف، أنا كتير جوعان. بابا بعد الغداء بدي روح على الجمعية، منه بتشكره للرائد شاهين، ومنه بحكي له شي اللي صار معي. شو في داعي للحكي؟ بكره بتشوفه بالمقر وبتحكي له. ليك نحن ما صدقنا ايمتى زبطت الامور، فلا تنزع. عزيز ما في داعي لهي الحركات الخطيره بنوب، دير بالك. بس بابا انا عملت كل شي قلته، قلت لي اترك إليف وهي تركتها، وقلت لي ما اطلع لبرا وما طلعت. بس اتركني اتشكرهم، وخاصه انهم كثير ساعدوني. نزار بكفي بقى، حاش تضغط على الولد أكتر. أنا ما عاد بدي حدا يزعل ابني بقى، ولا بدي يصير بيناتنا أي خلاف وزعل. أساساً كلنا زعلنا بما فيه الكفاية. طيب حبيبتي أمرك، يلا صحتين وهنا. يلا صحتين وعافية. يعني صحيح أنا غلطت، بس هالبنت في عندها تصرفات غريبة كتير. أنت قريب منها وبتعرفها منيح. من وين لوين قريب منها؟ مجرد صديقة. ما علينا، مع هيك احكي معها، ما بدي نضل متزعلين. وشو قصة هدوك البنتين؟ رفقات سراب يعني؟ ليش أنت ما عندك علم؟ اجوا من أنقرة، قال جمعية هي اللي بعتهم. الظاهر الجمعية التانية حولتهم لعنا. خلص أنا رح أعرف كل شيء.
لا مو معقول. خالي عدلية ما بتتأخر لهالدرجة، وعلى القليلة بتخبر. وغراضها هون كمان. يا الله، لما سراب قالت لي طلعت ما خطر ببالي. طيب قالت لسراب شي؟ وأنا شو بيعرفني؟ أنا ما لحقت أسألها، راحت بسرعة. ها في حدا إن شاء الله هي خالته عدلية. إن شاء الله. خير يا جماعة، شو بكم؟ عدلية مو مبينة، قايلة لسراب عندها شغلة، ومن الصبح مو مبين لها أثر. حدا بيعرف رقم سراب؟ بدنا نتصل فيها، بركي قايلت لها شي. هي ما بتحكي معنا. أنا رح لاقيها لسراب، وبس لاقيها رح خبركن فورا. فوتوا. مساء الخير سهام. عزيز؟ مو معقول. مرت أخي؟ شو في حبيبتي رنا؟ من بكرة الصبح رح دور على بيت أسكن فيه. لا تستغربي، أنا بعرف كل شي، إنه ما بدك يعني أبقى بهالبيت، وإنك بتنزعجي وقت تشوفيني، وأنا بفهم كل هذا الحكي، بس في شغلة واحدة ما قدرت أفهمها. شو الشي اللي ما بتكون يعني أعرفه؟ رنا، من وين بتجيبي هالحكي؟ ما في هيك شي. سمعتك لما كنت عم تحكي مع أخي، وقلت القدر بيلف وبيدور وبيطالعها قدامنا. شو كنت بتقصدي؟ شو هالسر اللي كنتوا عم تخبوه؟ مو أنت قلتي ما فيك تضلي تكذبي؟ طيب هي اجتك الفرصة، يلا حكي لي كل شي وتخلصي من هالسر. ماما، ماما، ما بتتخيلوا مين شفت؟ عزيز طلع عايش، والله العظيم عايش. شفته قبل شوي. شو القصة؟ شايفتك عم تدور علي. خير؟ شو حبيبتك اشتكت علي؟ انت مين جبتي على السكن؟ البنات يلي من أنقرة. وشو جابن لعنا؟ شو انت ما عندك خبر؟ يلا احكي شو القصة. مبارح بعتولنا بنتين من أنقرة واستضفتهم بالسكن. طلعي فيني، لا تغيري الموضوع، اكيد في شي من وراء هالقصة. انت شو عم تخبصي؟ أنا عملت يلي أمروني فيه وبس. طيب يلا أحكي، أنت شو عملتي؟ جتنا الأوامر وحطينا قنبلة بالسكن. شو؟ يا جماعة، اليوم إجانا تصريح من المجلس العسكري الأعلى، ولأني بعرفكم كلكم عن قريب حبيت نلتقي بشكل خاص. صار يلي توقعنا،
هذا إلك. فكرت كثير إني ما أعطيك إياه، بس لقيت إنه الأفضل تعرف مني، لهيك وصلت لهالقرار. مفهوم سيدي، أخذت القرار الصحيح. لازم تخلص المعاملة خلال يومين ثلاثة. طيب سيدي، لأمتى بدها تضل هي الحالة؟ عم يجرحوا كرامة الناس من دون ما يكون في أي سبب، مو بس بياخدوا وظيفتهم، حتى عم ياخدوا حياتهم. فكرة مراد، وهلأ الدور علي أنا. هلأ بدنا نضل قاعدين عم نتفرج وما عم نعمل شيء؟ شيء أكيد لا، لازم صوتنا يطلع ضد كل هالشيء اللي عم يصير. منرفع دعوة ومنناضل ضد هالظلم ومندافع عن حقنا، بس ما في نتيجة. سيدي، أنا بعتقد أنه نحن كمان لازم نعمل مثلهم، بس نحن ما بنعرف تحركاتهم وشو عم يخططوا. نحن بحاجة لشي حدا يكون قريب منهم. مزبوط اللي عم تقوله، بس مين؟ بمين ممكن نوثق؟ والله هو في عنده قرايب بإزميت، بس معقول تروح هيك؟ وعم تقولوا غراضة لساتهم هون، وحتى ما أنا أخذي شنتايتها. الشغلة مبينة، المخلوقة ما سافرت على مكان، هي أكيد صاير معها شي. يعني ما مرقت لعندكم اليوم؟ بدنا نعذبكم، إذا اتصلت يا ريت تخبرونا فورا. أنا بتشكركم كتير، تصبحوا على خير. طلعت مو رايحة لهنيك؟ إيه، خلونا نخبر الشرطة. ما ضل قدامنا خيار تاني. طيب رح سكر باب اللجنينة وبعدين مطلع فورا. جاي من الأبو. جاي من جوا. دخيلك يا ربي. خلعت لي. يا ويلي. افتحوا الباب بسرعة. افتحوا الباب، بيضرب يا جوا. يلا افتحوا الباب. بعده هيك لشوف بعده. عم إبراهيم انتبه. Thank you.
حضري الإبرة يلا بسرعة، خفي إيدك يلا. انتباه، تفضلوا. الوقت عم يضيق علينا كتير، والجمهورية لحتى تضل محافظة على مبادئ أتاتورك العظيمة لازم نستعجل شوي. نحن قلنا من مدة عم نعيد الكلام نفسه، لكن الأحداث المتعاقبة يلي صارت غيرت كتير من الوضع. بالأول خلقوا مشكلة وحجتهم كانت بلبس الحجاب، وعلى أثر هالشي أزعجوا الناس وعملوا فتنة ضمن الجامعة، والأكثر وقفوا قدام الكاميرا وصاروا يحكوا حكي رجعي وسلفي، والشيوخ كلهم والأئمة استغلوا هاي الفرصة. وبعدين وصلوا لقلب المساكن الجامعية. صحيح لا تفهموا من كلمة مساكن إن مساكن متواضعة مثل مساكن دولتنا، بالعكس هي فيلل كبيرة وشقق فخمة. الإنسان طبيعي إنه يتساءل شوي شو مصدر هالأحداث؟ رح قلكم، هي الأحداث من إنتاج وتمويل الرجعية الدموية، بس كله بحقه عم يدفعوا الثمن ورح يضلوا يدفعوه. حتى شفتوا مبارح هنن كيف عبروا عن إجرامهم. الجماعة اتفقوا على تفجير سكن بنات أبرياء، وهو سكن جاداش الجامعي، وفجروا قنبلة كبيرة كتير. لهلأ ما في غير ضحية، بس لو خطة التفجير زبطت معهم مين بيعرف كان رح يكون العدد أكبر من هيك. والحمد لله هنن هلأ صاروا مكشوفين للشعب، بس الخوف الحقيقي هو الخوف من عملياتهم الجاي. الوثائق يلي قدرنا نحصل عليها تحوي على مخطط هجمات وقائمة بأسماء رح يتم اغتيالها ومؤسسات رح يهجموا عليها، يعني القادم أخطر. أنا قلت قبل نحن دولتنا مثل هذا المؤقت تماماً، والوقت مو بصالحنا وعم تستنانا أيام أصعب، وما رح نعرف مين الصديق ومين العدو، ورح نبلش نشك بأقرب الناس إلنا. شباب جامعات أتاتورك المثقفين ويلي عندن إرادة قوية للتغيير، احتمال إنه نشوفن بمثل هاي الأيام الصعبة بألبسة غريبة وفكر دخيل، والحقيقة هيك شي رح يكون مدمر لإلنا. لكن لسه الفرصة قدامنا. نحن باسم جيش هاي الأمة عملنا كل شيء كان مطلوب إنه نعمله، ورح نستمر بواجبنا المقدس. قبل فترة منظمة المرابطين خطفت ضابط، الملازم أول عزيز آيدن، بس رجع بخير وهو معنا. يلا قرب. وهلأ
نحن حابين نشوفكن معنا كمان، وبتمنى نكون جنب بعض. وبقلكن شبابنا المستهدفين هلأ دعامتنا ومستقبلنا. ألو، مرحبا، أنا الضابط عزيز، بدي أعرف منكم كل شي عن قضية تفجير السكن. شو اسمها هي اللي ماتت والمصابين وشو وضعون؟ واعرفوا لي فورا بأي مستشفى. ما كان في داعي تعذب حالك، لو سألتني إلي كنت خبرتك. مربية السكن عدلية خانو ماتت، وللصدفة المحامي كان هنيك، وهو بالعناية المشددة ووضعه صعب هلأ، بس أكيد وحسب ما بعرف إنك مانك قلقان على حدا منهن. كل يلي بهمك إليف. ماشي، طيب هي شو وضعها هلأ؟ مع الأسف منيحة. بابا، هي البنت ما قبلت تشتكي علينا، وإذا أمي موجودة معنا فهذا كله بفضله. والله جد؟ أمك هلأ بيناتنا بفضل عقلي أنا، هذا السبب، أوعك تنسى. بعدين أنت شو قلت لي؟ ما قلت لي إنه القصة خلصت؟ هيك بتكون خلصت؟ واقف قدامي وعم تحمي الإرهابيين؟ مبلا، قلت لك خلصت مزبوط، خلصت، بس أنا حبي إلها ما خلص. وين كنتوا راح تفجروا القنبلة؟ ما كان عنا علم. اي شو هاد؟ ها؟ مخطط جامعة اسطنبول. لا تكذبي علي وقولي لي شو الحقيقة. لصالح اي منظمة عم تشتغلوا. مالنا تابعين لحدا، نحن عايشين بالسكن وبس. وقديش عم تدفعوا اجره؟ ولا ليره. واكلكم شربكم؟ احيانا من السكن واحيانا منشتري. داعمينكم على الاخر والله. هي مجرد جمعيه، اهل الخير بيتبرعوا لهي الجمعيه، ونحن منوزع التبرعات على الطلاب. ومين هدول اهل الخير؟ احكي لشوف. أنا بقول لك شيخ البرداية. شفنا الملفات بالجمعية، داري أهل الخير معبيين البلد ونحن ما لنا خبر. أنا بدي أعمل اتصال هاتفي. شيخ البرداية بيكون جوزك؟ إيه، هو لا شيخ ولا شي، عم بيضحك على الناس. قلت له بلا لك هالشغلة بس ما سمع مني، هو فضحنا. لا تجذبي هلأ، قولي لشوف، جوزك إله علاقة بقصة التفجير شي؟ هو شو بيفهمه بالتفجير؟ أنا جوزي غبي. يعني أنت بتفهمي؟ حرام عليك، أكلت أكلهم وشربت ميتهم، يعني ليش لحتى خونهم؟ لقمة شو ميت شو؟ هذا شغل منظمات، وإذا ما قلتي الحياة ما رح تطلعي، رح تتعفني بالسجن. إليف وكل البنات رح تسجنوها كمان؟ هنن أول شي كانوا رح يفجروا مبنى الجامعة؟ بترجاكم تركونا، سراب ورا كل شي صار، بس نحن زمنا أنه عم نشوف الناس مثلنا تماماً. ايه يسلموا ايديك، هيك ممتاز ومقابيل الباب. خلصنا شيخي، في وحده بهذا الطرف. يسلموا ايديك، وزعهن على الاربع جهات، بدي شوف الفايت والطالع. ماشي.
لا تاكل هم، انا رايح لحتى اشوف شو صار مع الشباب. ماشي، استعجل شوي الله يقويك. يلا. جبت له شاي. عنده شغل انا بشرب. هاتي. هي الكاميرات بسبب اللي اجى مبارح؟ مين قصدك؟ يلي اجى وكان عم يعيط. ماله علاقة، هو زبون. ايه زبون، بس انا سمعت كل شيء. اخذت اليف من ناس، طلعت مانا اختي، يعني طول الوقت عم تخدعوني وتخدعوا. لك منين عم تجيبي هالحكي؟ ما في هيك شيء ابدا. انا مو طرشه، وشفت الزلمه لما سحب الفرد. تعي ولي، شايف هالكف انتي؟ اه شايفتي؟ هلا بلزقك كف ببلعك سنانك. خليكي عقلي. ها ماشي، هاي الشغله اكبر منك، فهمتي؟ ناقصي ادعي لربك ما صار فينا شيء. انت بتعرفي بالضيعة شو عملوا برقية؟ هنن قصوا لها لسانها. انسي هلا، ما شفتي شيء. ماشي خلاص، ما بنعرف شيء. شيخي اه؟ كله تمام، خلصنا. شكرا، فضلت. خليني فرجيك اللوحة وبطريقي بعلمك كيف لازم تستعملها. طيب يلا فرجينا. فوتي يا بنت، فوتي. استغفر الله، واقفي عندك. ايه معلي، قلي لشوف كيف بشغلوا. فرج، واحد بيفرجينا الأمامية، واثنين الكاميرات الجانبية، وثلاثة الخلفية. ثلاثة خلفي؟ ايه سمعتي؟ ايه لا تصفني يا هبلة. أربي، انت أكتر وحدة لازم تعرفي، لأنك بتفتحي للكل. ليكي بس يرن الجرس تكبسي واحد وبتشوفي اللي على الباب. ايه شوفي بعدين افتحي. حلو، رن. ها انا رح جربها. الو الو لك. الو شيخنا، هي للصوت ومنشان الصوره اضغط يلي فوق. اه ماشي. لك هدول شو بدهم منا؟ شو يعني انا نزل غضب الله علي فجأة؟ فهمني شو عملت لحتى تاخذني؟ انا شيخ وعلقت حالي. يا اخي طول بالك، الحياه اخذ وعطا، وانا ماني مثل مانك مفكر. خليني فهمك، والله شكلك تلطها. مبين من النسوان تبعك. انت فهمان غلط، خليني اوضح لك. لا تقربوا على شيخنا، قولوا معي الاسلام شتو. هو الحل. عاشت الشريعه. الاسلام حطيت طابق هدول مجانين. اسكتوا يا بنات. لك الله لا يوفقكم، روحتونا فيها. لك اسكتوا، الله يستر عرضك. سكتهم، انا مالي علاقه فيهم مشان الله. اسكتوا يا بنات، رح تروحوني فيها على حد المجد. اسكتوا، حطيت طابق هدول مجانين ما بيعرفوا شو عم يحكوا. ولا منين جابوا هالحكي؟ كرمال الله انت لوين رح تاخذني؟ شو القصه تملي يا ابن الحلال؟ بنات اسكتوا، لك اسكتوا. وين رح تاخذني؟ عن نظارة والله، لعند رفقاتك. وامي؟ امك مطولة. وقع هون وبعدين روح. كله من تحت راسك. وقفي يا غبية، شو عم تعملي؟ بعدو انتي اصل البلد كله، خربتي بيتي. الله لا يسامحك وينتقم منك. شو انك وحده بلا اخلاق وبلا ضمير؟ انا بكون ابو البنت يلي خربتوا لها عقلها يا استاذ. انا ابوها لنيفين. مين هي المنظمه؟ انا ما بعرف منظمات. شو جبت القنبله وفجرتيها لحالك؟ يا اخي صدقني امي، انا ما بتاذي نمله، هي بتخاف الله. هي عم بتضحي بحالها لانها خايفه علينا. هاي المرأة عم تحارب على أساس بدها تقضي على الرجعية والتخلف، وهاد مين؟ آه؟ محامي المحجبات. فكر فيها، شغل مخك. كيف اجتمعوا الاثنين سوا؟ موسيقى
Kar dalımdan alsa, savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa. Dünya bir yangına dönse, kavursa bile dimdik dursa. Elif gibi. Hayatım köldüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa. Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese. Kar delen misali bu, sebebi halimin.